عشر أطعمة مهمة يمكن تناولها لمحاربة الاكتئاب. من الطبيعي أن تشعر بالاكتئاب بين الحين والآخر، خاصة عندما يكون ذلك مرتبطا بخسارة شيء معين أو صراعات الحياة أو نقص تقدير الذات. ولكن إذا أصبح الحزن العميق ومشاعر اليأس والعجز وعدم القيمة جزءا من حياتك، بل وتمنعك من العيش بشكل طبيعي، فقد تكون مصابا بالاكتئاب السريري. فهو اضطراب مزاجي شائع ولكنه خطير، لأنه يسبب شعورا متواصلا بالحزن وفقدان المتعة والاهتمام بالأمور المعتادة ونقص التركيز، وقد يكون مصحوبا بالشعور بالذنب وعدم الأهمية ونقص تقدير الذات. يؤثر الاكتئاب في المشاعر والتفكير والتصرفات، مما يسبب كثيرا من المشكلات العاطفية والجسدية، والتي بدورها تؤثر في أداء الأنشطة اليومية، مما يسبب الشعور باليأس من الحياة والتفكير في الانتحار وربما الإقدام عليه في الحالات المتقدمة. إليك عشر أطعمة يمكن أن تعالج الاكتئاب أو على الأقل تقل من حدته. الشاي الأخضر. يرتبط شرب الشاي وخاصة الشاي الأخضر بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، نظرا لاحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية. يمكن أن يساعدك الشاي الأخضر على محاربة الاكتئاب بطريقة طبيعية. اشرب من 3 إلى 4 أكواب من الشاي الأخضر يوميا لتحسين مزاجك وصحتك العامة. أيضا اللوز. يحتوي اللوز على الكثير من المغنيسيوم، مما يجعله جيدا لمحاربة الاكتئاب، وذلك لأن المغنيسيوم يساعد في صنع مادة السيروتونين، وهي مادة كيميائية تفرز في العقل تساعدك على الشعور بالرضا. كما تساعدك هذه المادة أيضا على زيادة طاقة الجسم، لذلك تناول وجبة خفيفة من اللوز كل يوم سيساعدك على تغيير حالتك المزاجية بطريقة رائعة. سمك السلمون. إن السلمون مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية، لذلك فهو رائع لمحاربة الاكتئاب. عادة لا يتناول الأشخاص المصابون بالاكتئاب ما يكفي من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد العقل على العمل بشكل صحيح عن طريق تقليل التورم. الشوكولاتة الداكنة. يمكن أن تساعد الشوكولاتة الداكنة في رفع مستويات السيروتونين في الجسم، والتي تشبه مضادات الاكتئاب تقريبا، كما أنها تحتوي على كربوهيدرات على شكل سكر، مما يساعد الجسم على إنتاج المزيد من السيروتونين. تعمل الشوكولاتة الداكنة أيضا على إبطاء إنتاج هرمونات التوتر، مما يقلل القلق. شيء آخر يمكن أن تفعله الشوكولاتة الداكنة هو تقليل آثار متلازمة التعب المزمن بسبب محتواها من الفيلافونويد. هذه المتلازمة تسبب إحساسا بالتعب بشكل مستمر لدرجة تمنع من القيام بالمهمات اليومية العادية. البيض. البيض غذاء رائع آخر لمحاربة الاكتئاب، وذلك لأن البيض مليء بالبروتين والمواد المغذية الأخرى مثل الزنك. يعتبر الزنك من المغذيات الدقيقة المهمة التي يحتاجها الجسم للمساعدة في إنتاج الناقلات العصبية، والحفاظ عليها تعمل بشكل صحيح. فمن خلال تناول الأطعمة المليئة بالزنك، يمكنك محاربة نقص الزنك والاكتئاب وربما حتى الاضطرابات الأخرى. كما يعتبر البيض أيضا أحد الأطعمة القليلة التي تحتوي على فيتامين دال. يرتبط نقص فيتامين دال بالاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى. هل تستمتع بالفيديو حتى الآن؟ إذن لا تنسى الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائك. الموزي. إذا شعرت يوما بالإحباط أو الاكتئاب، فحاول تناول موزة أو اثنين. يحتوي الموز على الكثير من التريبتوفان الذي يرفع مستوى السيروتونين في الجسم، كما أنها تساعد في صنع التيروزين، وهو ضروري لصنع هرمون النورفرين والديوبامين، وهما ناقلان عصبيان مهمان يمكنهما تغيير مزاجك.
الأفوكادو. نظراً لأن الأفوكادو يحتوي على كمية كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، فهو خيار ذكي للأشخاص المصابين بالاكتئاب، حيث يعتبر الأفوكادو مليء بالتريبتوفان، وهو حمض أمين يساعد في تقليل التوتر والاسترخاء. التوت أو العنب البري. يحتوي التوت على الكثير من مضادات الأكسدة التي تساعد العقل على العمل بشكل صحيح ورفع الأداء المعرفي. يحتوي العنب البري أيضا على مغذيات تعزز الحالة المزاجية مثل مركب بي وكذلك السيلينيوم والزنك والبوتاسيوم. كل هذه العناصر الغذائية تعمل على صحة الجهاز العصبي والعقل بطريقة جيدة. السبانخ هي فكرة أخرى رائعة لمحاربة الاكتئاب، لأنها مليئة بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والمغنيسيوم والزنك. هذه مكونات مهمة لصحة العقل ومحاربة أعراض الاكتئاب. حاول أن تأكل المزيد من السبانخ باستخدامها كسلطة أو كعصير أخضر أو بإضافتها إلى الوجبات. الهيليون نبات أخضر آخر مفيد لمحاربة الاكتئاب. يساعد الهيليون على رفع مستويات حمض الفوليك المنخفضة نتيجة للاكتئاب، كما أنه يحتوي على فيتامينات باء التي يمكن أن تساعد في تعزيز الحالة المزاجية. يحتوي الهيليون على مادة بالتريبتوفان التي تساعد على تكوين مادة السيروتونين في العقل، والتي تمنع الاكتئاب والقلق. وأخيرا يمكنك زيارة موقعنا للتعرف على المزيد من الموضوعات الصحية المفيدة، ستجد الرابط في الوصف. وإذا أعجبك الفيديو وكنت ترغب في مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو المفيدة لصحتك، فاشترك في القناة وفعل الجرس. أيضا لا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. شكرا للمشاهدة.